أطلقت مجموعة تل 20 منصة مجموعة تل 20 للمياه، والتي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى. تبنت المملكة خلال أول اجتماع لوزراء المياه في مجموعة العشرين أثناء رئاستها للمجموعة العام الماضي 2020 فكرة إطلاق منصة إلكترونية لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول المجموعة والعالم. دول العشرين اتفقوا على عقد حوار المياه بشكل سنوي لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول مجموعة العشرين والعالم. اجتماع وزراء المياه الثاني أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين تم الإعلان فيه عن إطلاق المنصة لتتولى المملكة استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى عبر أفضل الممارسات في إدارة المياه مع بقية دول العالم ونشر نتائج الاجتماعات السنوية للمجموعة في منصة رقمية متطورة. ندرة المياه وموجات الجفاف والفيضانات في العالم تشكل تحدياً رئيساً لقادة المجموعة للوصول إلى توفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة لشعوب العالم كافة. تحدث مشاهدينا عن منصة مجموعة تل 20 للمياه مع ضيفنا عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني. أهلا بك دكتور عبد العزيز، مساء الخير. إذن دكتور عبد العزيز، دعنا نتحدث عن هذه المنصة وعن المنهجية المتبعة لمجموعة تل 20 الخاصة بقضايا المياه. أهلا وسهلا أخي الكريم، وشكرا لكم على التواصل والاستضافة. طبعا العام الماضي كان عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمملكة بحكم موقعها الجغرافي بحكم مسؤوليتها واستشعارها لمسؤوليتها في العالم رأت أن موضوع المياه من أهم المواضيع التي يجب أن تطرق وأن يتم مناقشتها. قبل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لم يكن هناك نقاش منفصل حول المياه ولا مجموعة عمل، ف بدأنا اولا بوزراء الزراعه والمياه ثم وكلاء وزاره المياه، ثم استمرت النقاشات بين المختصين وضعنا ورقه سياسات. الحمد لله هذه الجهود تمخضت عن ما اتفقنا على تسميته حوار مجموعه العشرين حول المياه. جميل، لو تحدثنا عن هذه المنصه التي تم اطلاقها دكتور وهي تحت اشراف المملكه. صحيح، المنصة هذه احنا اتفقنا على انه يكون لقاء سنوي يسمى الحوار حول المياه. تم عقد اللقاء هذا العام الماضي في رئاسة المملكة، وكان موضوعه دور المياه في مقاومة او تجنب الأوبئة والأمراض. وعقد الحوار ايضا هذا العام وقت رئاسة ايطاليا وشاركت المملكة فيه، وعلى هامش هذا الحوار العام الحالي تم إطلاق منصة المياه ومنصة مجموعة العشرين المياه اللي تبرعت بإنشائها المملكة وأيضا بإدارتها والإشراف عليها للخمس سنوات القادمة. هذه المنصة أشبه ما تكون بقاعدة بيانات، المقصد منها أن تكون منصة لتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات في إدارة موارد المياه. كيف كانت مناقشة التطورات لمجموعة العشرين في موضوع استدامة المياه وكذلك التنمية المستدامة دكتور عبد العزيز؟ طبعا التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة واتفقت الدول الأعضاء على تبنيها في 2015، استدامة المياه مهمة لكل أهداف التنمية المستدامة. هناك 17 هدف للأمم المتحدة تسمى الأهداف العالمية أو أهداف التنمية المستدامة. الهدف السادس هو يتعلق بالمياه،
كل الأهداف الأخرى تتعلق سواء بإنهاء الفقر أو حماية الكوكب أو ضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار والبنية التحتية والصحة وغيرها، كلها تعتمد على استدامة المياه. فاستدامة المياه مهمة بكل أنواع التنمية، التنمية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، التعليم. ولن تتحقق كل الأهداف إلا بتحقيق الاستدامة في المياه. فالمياه مهمة جدا لكل أنواع التنمية. جميل. عماذا أيضا عن البيئة الاستثمارية للقطاع في مسألة تعزيز الابتكار وكذلك المباحثات مع المنظمات الدولية في هذا الجانب؟ طبعا وقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ووقت الاجتماعات أشركنا عدد من المنظمات الدولية للمناقشات، وكان من المواضيع المطروحة حقيقة هو البيئة الاستثمارية المشجعة، وهي مكون هام لتحقيق المستهدف السادس من مستهدفات التنمية المستدامة. قطاع المياه أو المياه كسلعة قد لا تكون حصلت على تثمينها الفعلي والحقيقي، ولذلك يأتي دور الابتكار ممكن أساسي لتحقيق ذلك، سواء فيما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي أو بالتقنيات. الابتكار بتقنيات الإنتاج، تقنيات المعالجة، تقنيات النقل والتوزيع. فالبيانات والمعلومات مهمة جدا في استخدام الموارد الطبيعية و أداء البنية التحتية. أيضا هناك ابتكار في موضوع التمويل. البنية التحتية في قطاع المياه بنية مكلفة ومشاريع دائما مكلفة، فابتكار حلول تمويلية مهم جدا لجعل هذه البيئة والقطاع جاذب لرؤوس الأموال والمستثمرين سواء من البنوك أو من الشركات الكبرى. أشكرك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، شكرا جزيلا لك.